في الفكره ان احنا عندنا في الوطن العربي ثروه بشريه كبيره جدا. عندنا 45% من الوطن العربي من شباب الوطن العربي اقل من 15 سنه، ده 300 مليون طفل 15 سنه، 300 مليون لو احنا وضعنا عندهم فكر من البدايه بعمل التطوعي بصناعه حلم ليهم، اصبح عندنا في الوطن العربي 300 مليون حلم. نستطيع دوت وضع الوطن العربي باكمله في مقدمه العالم ويقود العالم نحو امامه. بشكركم جدا.